السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رب العالمين. Introduction تمهيدية إن شاء الله لكورس ماس 2. بداية إن شاء الله رب العالمين شابتر 1 يتحدث عن حاجة اسمها Second Degree Algebraic Equation for a Graph، اللي هو المعادلة الجبرية من الدرجة الثانية للمنحنى. كلمة second degree طبعا كلنا عارفين ده معناها الدرجة الثانية، يعني x square يعني y square يعني x y، ده كلها تعني الدرجة الثانية. الدرجة الثانية اللي هو الأس 2، ف x square power 2 y square power 2 x y x power 1 و y power 1 لما نضربه في بعض يبقى كأنهم ده اللي من الدرجة الثانية. يبقى كلمة second degree تعني عبارة عن معادلة المتغير بتاعها باور 2. الجبريك ايكويشن، كلمة الجبريك ايكويشن تعني معادلة جبرية، والمعادلة الجبرية هي عبارة عن معادلة بتحتوي على متغيرات، زي مثلا لو انا قلت x بلس y ده عبارة عن معادلة جبرية، x سكوير بلس y سكوير ده عبارة عن معادلة جبرية، x زائد z ده معادلة جبرية، x سكوير ناقص واي سكوير بلس مثلا اكس زد ده معادله جبريه. يبقى المعادله الجبريه هي عباره عن معادله بتحتوي على متغيرات. فور جراف طبعا اللي هو عباره عن شكل هندسي بيتم انشاؤه بناء على المعادله المعطاه في المساله. السكند ديجري ان شاء الله بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني حاجه اسمها السيركل، الجزء الثاني بيتكون من حاجه اسمها الكونيك سيكشن اللي هي اسمها القطاعات المخروطية. القطاعات المخروطية بتتقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول حاجة اسمها البارابولا اللي هو القطع المكافئ، البارابولا القطع المكافئ. الحاجة الثانية حاجة اسمها الإليبس اللي هو عبارة عن القطع الناقص، الحاجة الثالثة حاجة اسمها الهايبربولا اللي هو عبارة عن القطع الزائد. بداية طبعا إن شاء الله هتبقى دراسة شابتر 1 بيتحدث عن الكونيك سيكشن. أما السيركل هناخد حاجة بسيطة كده، طبعا مش هنحتاج معادلة السيركل لأن ده تم دراسته في الثانوية العامة، فهيبقى التركيز كله على الكونيك سيكشن سواء البارابولا أو الإليبس والهايبربولا. فمحتاجين إن احنا نكون عارفين كل الداتا عن كل حاجة من هذه القطاعات. فيما بعد احنا بقى محتاجين إن احنا نعرف الأبلكيشن على كل قطعة من القطاعات عشان تزيد بالنسبة لنا مهارات المعرفة بالنسبة لهذه القطاعات. بداية هو اشمعنى احنا قلنا البارابولا والإليبس والهايبربولا اسمهم القطاعات المخروطية اللي هي الكونيك سيكشن؟ لأن كل قطع كل سيكشن من هذه السيكشنز كل قطع من هذه القطاعات أصله كان عبارة عن مخروط، بمعنى إن أنا أصلا شكل المخروط هو عبارة عن الشكل ده اللي هو عبارة عن هذا الشكل. دايما احنا دايما لما بنشوف مخروط بنقول المخروط هو عباره عن الجزء العلوي، اما المخروط دايما فيه جزء علوي وجزء سفلي، الجزء دايما العلوي هو اللي بيبقى ظاهر، ولكن ده مش معناه ان ما فيش غير جزء واحد، لا بيبقى فيه جزء في الاتجاه الموجب وجزء في الاتجاه السالب. ف لو انا اخذت طبعا انا عندي هنا في بيز في قاعده بشكل بيضاوي، هذا الشكل البيضاوي بيسمى الإليبس، الشكل البيضاوي هو عبارة عن الإليبس، فالإليبس هو عبارة عن الشكل البيضاوي. طبعا المخروط ممكن يرسم بهذا الشكل، ممكن واحد يرسم مخروط بالشكل ده، ممكن واحد يرسم مخروط طبعا لإما في اتجاه الواي لما في اتجاه الإكس. فلو جيت أبص للبيز اللي هي القاعدة اللي هو عبارة عن الشكل اللي هو ده وده وهذا طبعا الشكل والجزء ده، هلاقي ده هو عباره عن شكل الاليبس. لو اخذت الخطوط اللي هي عباره عن الخط ده والخط ده بالاضافه الى جزء من القاعده، يعني لو اخذت عباره عن الخطوط اللي هي احنا بنسميها بعد كده اسمها الخطوط الاسيمبتيت لاينز اللي هو الخطوط التقاربيه، اللي هي الخطوط اللي بتقرب القاعده العلويه من القاعده السفليه، فهذه الخطوط بالإضافة إلى جزء من القاعدة اللي هو مثلا جزء زي ده الجزء اللي تحت بس كأنه بالظبط قطعت حتة كده اللي هو الجزء اللي تحت بالشكل ده كده، والجزء اللي ده الجزء اللي فوق ده الجزء اللي تحت. ولو خدت الخطوط اللي هي عبارة عن الخط ده والخط التاني اللي هو الخط ده يبقى ديت عبارة عن إيه اسمه الهايبربولا، وهندرسها إن شاء الله فيما بعد. وبرضه نفس الحكاية لو أنا خدتها هنا، يعني لو خدت الموضوع ده بالشكل ده كده
ده طبعا كده، واخدت ده كده وده كده، يبقى برضو ده عباره عن ايه؟ الهايبر بولا. طيب لو انا اخدت بقى جزء من القاعده بس، اللي هو عباره عن الجزء ده او الجزء ده، او بالنسبه لي ايضا الجزء ده او الجزء ده، ده شكل مين؟ البرامج. يبقى كل هذه القطاعات كونت من شكل المخروط ده، بس عشان نعرف ليه سميت بالكونيك سيكشن. في البدايه احنا قلنا الشابتر 1 بيتحدث عن حاجه اسمها السكند ديجري ايكويشن، اللي هو معادله الدرجه الثانيه. فطبيعي ان انا ادرس شكل معادله الدرجه الثانيه بتبقى عامله ايه، واشوف ازاي ان انا اقدر ان انا اخلي المعادله ديت بشكل البارابلا او بشكل الاليبس او بشكل الهايبر بولا. بدايه شكل المعادله الدرجه الثانيه هي عباره عن اي اكس سكوير بلس بي واي سكوير بلس سي اكس بلس دي واي بلس اي ايكوال 0. طبعا الرموز ديت رموز زي ما انت عايز، المهم ما بيبقى فيه داله من الدرجه الثانيه اكس سكوير، وداله ثانيه من الدرجه الثانيه اسمها واي سكوير، وبعد كده داله من الدرجه الاولى اكس، وداله من الدرجه الاولى واي، والكونستانت. فحبيت تسميها اي سمول بي سمول اي اف جي، اي رموز، المهم ان انت تبقى عارف ان معامل الاكس سكوير هو ايه بالظبط، معامل الواي سكوير هو ايه بالظبط، ومعامل الاكس هو ايه، ومعامل الواي هو ايه، والكونستانت هو ايه بالظبط. فبدايه اذا كان الاي بيساوي البي، يعني اذا كان ودايما انا بقدر اعرف القطاعات اللي هو الثلاث قطاعات اللي احنا لسه قايلين عليهم، بعرفهم منين؟ بعرفهم من المعاملات بتاعت الاكس سكوير والواي سكوير. معاملات الاكس سكوير والواي سكوير دايما هما اللي بيحددوا شكل القطع اللي انا هشتغل عليه. فاذا كان الاي بيساوي البي، يعني اذا كان معامل الاكس سكوير بيساوي معامل الواي سكوير، اذا كان الكوفيشن بتاع الاكس سكوير ايكوال كوفيشن اوف واي سكوير، في الحالة ديت أقول على الجراف أو الشكل اللي أنا هشتغل عليه اسمه سيركل. بمعنى مثلا لو أنا قلت 3 إكس سكوير زائد 3 واي سكوير ناقص 27 إيكوال 0، ده عبارة عن معادلة إيه؟ سيركل. إكس سكوير بلس واي سكوير إيكوال 16، ده عبارة عن سيركل. إكس سكوير بلس واي سكوير ناقص 2 إكس ناقص 4 واي ناقص 20 إيكوال 0، ده أيضا معادلة إيه؟ معادلة سيركل. بعد كده لو أنا قلت بقى إيه؟ نغير بقى، اذا كان المعاملات متساويه يبقى ده معادله ايه؟ معادله سيركل. طب اذا كان المعاملات مختلفه، يعني اذا كان الاي لا يساوي البي والاشارات بتاعته موجبه، ففي الحاله دي هقول عليها معادله اليبس. يعني اذا كان الاي لا يساوي البي واشاراته موجبه، نيجي هنا اذا كان الاي لا يساوي البي اهو، اذا كان الاي والبي الاثنين موجبين ولكن الاثنين مش متساويين، ففي الحاله دي بقول على الشكل ايه؟ اليبس. يعني مثلا 3 اكس سكوير زائد 4 واي سكوير ناقص 27 ايكوال 0، ده عباره عن معادله اليبس. 2 اكس سكوير زائد بلس واي سكوير ايكوال 16، معادله اليبس. اكس سكوير زائد 3 واي سكوير ناقص 2 اكس زائد 4 واي ناقص 20 ايكوال 0، ده معادله ايه؟ اليبس. ليه؟ لان المعامل بتاع اكس سكوير مختلف عن معامل واي سكوير. بس خلي بالك في معادله الاليبس لازم يكون في كونستانت موجود. ليه؟ لان لو الكونستانت مش موجود مش هيبقى معادله اليبس، هتبقى حاجه فيما بعد هناخدها، اللي هو هتبقى معادله سنجل بوينت، هتبقى معادله نقطه. يبقى لازم يكون لازم يكون الحد المطلق موجود، بالاضافه الى ان معامل اكس سكوير لا يساوي معامل واي سكوير. والله في معامل اكس وفي معامل واي، ما فيش مشكله، ما فيش اكس وما فيش واي ايضا، ما فيش مشكله، المهم ان يبقى في اكس سكوير وفي واي سكوير، ومعاملاتهم مختلفه واشاراتهم موجبه، ويبقى في حد مطلق. في حاجه زياده موجوده، ما فيش مشكله، لان الاكس والواي دول هم هيتعمل لهم فيما بعد كومبليتنج سكوير، فمش هياثروا لي على الشكل اللي موجود معايا. يبقى اول حاجه اخذناها اذا كان معامل الاكس سكوير يساوي معامل الواي سكوير، فقلنا معادله سيركل، ولازم يكون الكونستانت ايضا موجود، والاكس والواي موجودين او مش موجودين مش هتفرق. اذا كان معامل الاكس سكوير ومعامل الواي سكوير الاثنين مختلفين واشاراتهم موجبه، بالاضافه الى ان الكونستانت موجود، الاكس والواي موجودين او مش موجودين مش هتفرق، المهم عندي اذا كان الاشارات بتاعت الاثنين دول موجبين وهما الاثنين معاملاتهم مختلفه، بالاضافه الى وجود كونستانت، ففي الحاله دي اقدر اقول عليها معادله ايه؟ معادله اليبس. بعد كده بقى اذا كان الاي والبي مختلفين او متشابهين ولكن الاشارات بتاعتهم متساويه، نركز اذا كان اشاراتهم مختلفه، اذا كان الاشارات مختلفه اما الاي والبي متساويين او مختلفين، يعني اذا كان الاي بيساوي البي، اذا كان الاي لا يساوي البي، وفي نفس الوقت الاشارات مختلفه، اذا كان الاشارات مختلفه يعني واحده موجب والثانيه سالب، بصرف النظر عن اذا كان المعاملات زي بعض او المعاملات مختلفه، ففي الحاله ديت اقدر اقول عليها على طول هايبربولا.
يبقى اقول عليها هايبر بولا. يبقى اذا كان الاكس معامل الاكس سكوير، او زي هنا مثلا، هنا معامل اكس سكوير واحد، معامل واي سكوير واحد، ولكن الاشارات مختلفه، فبقول عليها ايه؟ بقول عليها هايبر بولا. وبرده لازم يكون في كونستانت موجود. معامل اكس سكوير لا يساوي معامل واي سكوير، والاشارات مختلفه، فبقول عليها هايبر بولا. معامل الاكس سكوير لا يساوي معامل الواي سكوير، فهايبر بولا. هنا برده غير متساويين، فبقول عليها ايه؟ هايبر بولا. طيب اذا كان بقى انا كده خلاص، يبقى انا اذا كان الاثنين زي بعض واشارتهم موجبه قلنا سر، اذا كان الاثنين مختلفين واشارتهم موجبه قلنا عليها اليبس، اذا كان الاثنين سواء متشابهين او مختلفين ولكن الاشارات مختلفه، يبقى اذا كان الاشارات مختلفه اول تفكير بالنسبه لي هو عباره عن الهايبربولا. اما اذا كان الاشارات زي بعض حاجه من الاثنين، يا اما سيركل يا اما اليبس، اذا كان الاثنين وقتها اذا كان المعاملات متساويه فبقول عليها سيركل، اذا كان المعاملات مختلفه فبقول عليها اليبس. يبقى اول حاجه ببص لهم الاشارات، والله الاشارات موجبه يبقى حاجه من الاثنين، يا اما سيركل يا اما اليبس، اذا كان الاشارات في واحده منهم موجبه والثانيه سالب يبقى هايبر بولا بصرف النظر عن المعامل المتساوي ولا مختلف. فاذا كان الاثنين اشاراتهم زي بعض فساعتها بقول يا اما سيركل، سيركل اذا كان المعاملات زي بعض، اليبس اذا كان المعاملات مختلفه. بعد كده طب افرض الاكس سكوير والواي سكوير مش موجودين اصلا، ففي الحاله ديت اكيد طبعا ديت معادله ايه؟ معادله ستريت لاين، معادله خط مستقيم. طيب اذا كان بقى ده كله مش موجود، ده كله مش موجود اللي هو الاكس والواي والاي مش موجودين، طبعا ده مش هيبقى اي شكل من الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليها، لان انا قلت لازم يكون في كونستانت موجود في اي شكل من الثلاث اشكال اللي هو سواء السيركل او الاليبس او الهايبربول. طيب اذا كان الاكس تربيع والواي تربيع اشاراتهم زي بعض هيديني ايه؟ واذا كان الاكس تربيع والواي تربيع اشاراتهم مختلفه هتكون ايه؟ فاذا كان الاثنين بص كده، اذا كان الاثنين اشاراتهم موجبه ففي الحاله ديت اقدر اقول عليها المعادله اللي عندي يا اما معادله نقطه، او احيانا ممكن اقول عليها مش معادله اصلا هيبقى نو جريد. فهنا في بس خطا بسيط ان شاء الله هقوله في الفيديو اللي جاي باذن الله. فالفكره بس اذا كان الاثنين مختلف، اذا كان الكونستانت مش موجود ففي الحاله ديت هتبقى لا اما سنجل بوينت لا اما جراف، وهوضح الجزئيه ديت في الفيديو اللي جاي. بعض الانترودكشن ايضا اللي احنا محتاجينها، طبعا هنا بيقول لك ميز ده طبعا ايه، لو بصيت لحاجه زي ديت معامل الاكس تربيع ومعامل الواي تربيع الاثنين زي بعض يبقى دي معادله سيركل، معامل الاكس تربيع ومعامل الواي تربيع الاشارات بتاعتهم مختلفه يبقى هايبربولا على طول. طبعا قلنا في حاله البارابلا، قلنا في حاله البارابلا ايه؟ هلاقي في اكس تربيع مش موجوده او واي تربيع مش موجوده، يعني هيبقى في لا اما اكس تربيع لا اما واي تربيع، الاثنين استحاله يكونوا موجودين، يعني هتلاقي واحده منهم بس الموجوده، اذا كان واحده منهم بس الموجوده فده بيبقى بارابلا، فبارابلا اذا كان احداهما غير موجود، احداهما غير موجود، يعني هنا مثلا 5 اكس بيساوي واي تربيع يعني ما فيش اكس تربيع يبقى ده بارابلا، هنا مفيش اكس تربيع بس في واي تربيع يبقى بارابولا، هنا في اكس تربيع بس مفيش واي تربيع يبقى ايه؟ بارابولا. طيب لو جينا مثلا مثال زي ده، في اكس تربيع وواي تربيع قلنا ده ايه؟ ده هايبربولا عشان اشارات مختلفه، هنا مفيش غير واي تربيع يبقى بارابولا. بعد كده هنا في اكس تربيع وواي تربيع بس المعاملات مختلفه يبقى ايه؟ يبقى اليبس. هنا طبعا مفيش اكس تربيع ولا واي تربيع يبقى ديت هي عباره عن ستريت لاين. هنا الاشارات مختلفه يبقى ده ايه؟ هايبربولا. بعد كده عايزين نفتكر الديستانس بين النقطتين، او احيانا بيسموه عايز منك اللينس بتاع خط مستقيم، او بيقول لك عايز الماجنتيود. كل الحاجات ديت زي بعض. لا طبعا لو انا عندي في نقطتين، النقطه الاولانيه اي حاجه A وB والنقطه الثانيه X وY، فانا لو عايز اجيب، لو انا سميت النقطه الاولانيه مثلا وليكن B1 والنقطه الثانيه سميتها B2، وقال لي عايز مني طول B1 B2، عايز مني طول B2 B1، كلاهما هيبقى نفس القانون. الدي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الجذر التربيعي لمجموع مربع الفرق ما بين الاحداثيات، يبقى عباره عن السكوير روت ل الاديشن بتاع السكويرنج بتاع الديفرنس بتوين الكوردينيتس. بمعنى ان انا عندي هنا باقي الاحداثي اكس، الاحداثي اكس هو عباره عن اكس واي، فانا لو قلت اكس ناقص اي الكل تربيع تمام، لو قلت ايه ناقص اكس الكل تربيع برضه مفيش مشكله.
كده انا طرحت الاحداث بتاع الاكس، الاحداث بتاع الواي، واي ناقص بي او بي ناقص واي، لان طبعا التربيع سواء فكيته بالشكل ده او بالشكل ده هيديني نفس الناتج. يبقى المسافه بين نقطتين او طول الخط المستقيم او الماجنتيود، كل ده بنفس المعنى اللي هو عباره عن الفرق الجذر التربيعي لمربع، الجذر التربيعي لمجموع مربع الفرق بين الاحداثيات. لو احنا كبرنا الموضوع وقلنا الاحداثيات اللي عندي كانت A و B و C والتانية X و Y و Z، فطبعا هيبقى X ناقص A لكل تربيع، و Y ناقص B لكل تربيع، و Z ناقص C لكل تربيع، أو A ناقص X لكل تربيع، و B ناقص Y لكل تربيع، و C ناقص Z لكل تربيع. بعد كده عندي في حاجة اسمها السبيسز أو الدايمنشن، اللي هو عبارة عن الفراغات. الفراغات في حاجة اسمها الار، احيانا بيكتب فوق الار كده 2، واحيانا بيكتب فوق الار 3، واحيانا ممكن يكتب فوق الار ان. الار ده عباره عن خط الاعداد، اللي هو عباره عن لو انا قلت لك مثلا 1 2 3 4 5 6، ده عباره عن خط الاعداد. اما لو قلت لك النقطه هي عباره عن 1 و5، 1 و5 يعني في احداثي اكس وفي احداثي واي، فده لازم يكون في حاجه اسمها الار 2. يبقى في الار النقطه اسمها اكس بس او واي بس، اما في الار تربيع هتبقى النقطه اسمها اكس وايه وواي. يبقى اكس وواي موجوده في الار تربيع، يبقى في محور اكس وفي محور واي، في الاكسس الاكس اكسس وفي الواي اكسس. في الار 3 طبعا هيبقى النقطه هو عباره عن اكس وواي وزد، اكس وواي وزد. طبعا لو في ار ان هيبقى اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 لحد اكس ايه لحد اكس ان. يبقى بناء على عدد النقاط الموجودة داخل الزوج المرتب بقدر أقول أنا موجود في أنهي سبيس معين، في أنهي فراغ بالظبط. يبقى الـ R هو عبارة عن خط الأعداد، الـ R 2 النقطة فيه بتبقى عبارة عن زوج مرتب مكون من نقطتين، الـ R 3 هو عبارة عن زوج مرتب مكون من 3 نقاط، الـ R N هو عبارة عن زوج مرتب مكون من N من النقاط. بعد كده برضو لو انا عندي في معادلات اقدر اقول مثلا الحل بتاع المعادله دي فين، مثلا اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص زائد 4 بساوي صفر، اقدر اقول ان دي ما فيش غير متغير واحد، فاكيد الحل هيبقى موجود في ار، واحيانا ممكن يبقى موجود في سي لو احنا بنشتغل في الكومبلكس، بس احنا حاليا ما خدناش الكومبلكس، فاقدر اقول في الايه في الار. الاكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 5، هنا في متغير اكس وفي متغير واي، فمتغيرين، يبقى انا اقدر اقول الحل في الار 2 او في السي 2، بس دلوقتي احنا بنتكلم في الريال فبنقول في الار 2. هنا اكس تربيع واي تربيع وزد تربيع، يعني 3 متغيرات، فاقدر اقول موجود فين، في الار 3 او في السي 3 اللي هو في الكومبلكس، بس خلينا دلوقتي في الار 3 انا شغال في الايه في الريال. يبقى اذا كان متغير واحد في الار، اذا كان متغيرين في الار 2، اذا كان 3 متغيرات في الار 3. بعد كده لو انا عايز اجيب الميد بوينت، الميد بوينت اللي هو عباره عن نقطه المنتصف، نقطه المنتصف اللي هو عباره عن لو انا قلت لك مثلا في خط مستقيم كده، قلت لك النقطه دي 1 والنقطه ديت 3، قلت لك عايز النقطه اللي في النص هتقول 2، انت جبتها منين؟ سيادتك رحت جمعت الواحد زائد 3 وقسمت على 2، 1 زائد 3 4، لما تقسم على 2 يديك 2، يعني انت رحت جمعت الاحداثيين وقسمت على 2. يبقى انا لو ده لو كان موجود في الار، طب لو في الار 2 يبقى انا عندي هنا النقطه طبعا عباره عن زوج مرتب من نقطتين، فانا هجمع الاي مع السي واقسم على 2، والبي مع الدي واقسم على 2. لو انا عندي النقطه مكونه من ثلاث احداثيات، من ثلاث في زوج مرتب عباره عن 3 نقط، فاقدر اجمع الاول مع الاول واقسم على 2، والثاني مع الثاني واقسم على 2، والثالث مع الثالث واقسم على 2، ولكن ده طبعا هيبقى في الماس 3. اي حاجه فيها ثلاث زوج مرتب مكون من 3 نقاط يبقى ده هتبقى في الكورس اللي فيما بعد ان شاء الله. بعد كده اللي هو عايز مني حاجه اسمها الشورت ديستانس، او بيسموها البيربنديكولار ديستانس او الاورثوجونال ديستانس او النورمال ديستانس. كل ده معنى واحد، هو عايز مني اقصر مسافه، عايز مني المسافه العموديه، وطبيعي اقصر مسافه دايما بتبقى المسافه العموديه، لان انا قلت لك عايز المسافه ما بين النقطه والخط، انت عندك اهو في عندك كذا مسافه اللي هو المسافات اللي انا عملتها الثلاثه دول، اقصر واحده فيهم هو عباره عن الدي اللي هو المسافه العموديه. يبقى المسافه العموديه ما بين نقطه وستريت لاين هي عباره عن القانون بتاعها، كل اللي انا بعمله لازم اكون متاكد ان طبعا هنا معذره في هنا برضو خطا هيعدل في الفيديو القادم. اولا انا عندي اهم حاجه ان تكون معدل الخط المستقيم معادله صفريه. هو ممكن يقول لي في المعادله اي اكس زائد بي واي بيساوي سي، او يقول لي اي اكس زائد بي واي زائد سي بيساوي صفر،
والله اذا قال لي اي اكس زائد بي واي بيساوي سي، يبقى دي مش معادله صفريه، انا عايز اخليها صفريه، يبقى اي اكس زائد بي واي ناقص سي، يبقى ديت هنا في اشاره سالب، يبقى هنا اي اكس زائد بي واي ناقص سي، وهنا طبعا الجذر التربيعي الاي تربيع زائد بي تربيع، كل اللي انا بشيله بشيل الاكس واحط مكانها اكس نوت، واشيل الواي واحط مكانها واي نوت جوه مودلس بالشكل ده. يعني انا بعمل معادله الخط المستقيم فوق في البسط، ولكن بكتبها جوه مودلس، وابقى متاكد ان ديت معادله صفريه. زي مثلا لو هو كان في المساله قايل لي اي اكس زائد بي واي زائد سي بيساوي صفر، هو دي معادله صفريه، يبقى في الحاله ديت كنت كتبتها فوق اي اكس زائد بي واي زائد سي. يبقى هنا ديت لو انا يبقى ديت المعادله ديت اللي فوق بتبقى عباره عن معادله صفريه، يعني اي اكس زائد بي واي بيساوي سي لازم اخليها معادله صفريه، يبقى اي اكس زائد بي واي ناقص سي بيساوي صفر، يبقى ما اجي اكتب فوق يبقى اي اكس نوت زائد بي واي نوت ناقص سي. اما اذا كانت اي اكس زائد بي واي زائد سي بيساوي صفر، ففي الحاله ديت ما اجي اكتب المودلس اللي فوق يبقى هيبقى عباره عن اي اكس نوت زائد بي واي نوت زائد سي جوه المودلس على الجذر التربيعي الاي تربيع زائد بي تربيع، اللي هو بيبقى الجذر التربيعي للمعاملات بتاعه المتغيرات، المتغير اللي عنده هو عباره عن اكس وواي فهو الاي تربيع زائد بي تربيع. ده لو انا بتكلم طبعا ده برضو ده الديستانس بين نقطه وستريت لاين، ديستانس بين نقطه مش بلين، بين نقطه وستريت لاين. بعد كده اذا كان المسافه بقى بين نقطه لبلين ده برضو هيبقى في ماس 3. في الحاله ديت انا عندي في نقطه وده عباره برضو لازم اتاكد ان البلين معادله صفريه، ففي الحاله ديت اقدر اقول اي اكس نوت زائد بي واي نوت زائد سي زد نوت زائد دي موجود جوه مودلس على الجذر التربيعي لمربع المعاملات اللي هو اي تربيع زائد بي تربيع زائد سي تربيع. بعد كده اخذنا المعادله بتاعه التانجنت والنورمال. المعادله بتاعه التانجنت والنورمال اولا معادله الخط المستقيم لو هو بيمر بنقطتين اقدر اقول عليها الام هو عباره عن واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 بيساوي واي ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 1 بيساوي واي ناقص واي 2 على اكس ناقص اكس 2. فانا ممكن اخد الجزء ده، ممكن واحد ياخد الجزء الاولاني مع الجزء الثالث. ده لو هو بيتكلم عن معادله خط مستقيم بتمر بكام؟ بنقطتين، يبقى معادله خط مستقيم بتمر بنقطتين يبقى في الحاله ديت اقدر اقول ايه؟ ده لو انا عايز اجيب المعادله الميل، وبعد كده اقدر اجيب المعادله من القانون مباشره. الميل انا لو انا بجيب الميل بتاع المماس هو عباره عن الام، لو انا بجيب الميل بتاع النورمال او الاورثوجونال او البيربنديكولار بعد ما اجيب الميل بتاع التانجنت بقلبه واضرب في ايه؟ في سالب. في حته عايزين برضو نركز عليها، اذا كان التانجنت هوريزنتال او اذا كان التانجنت فيرتيكال. اذا كان التانجنت هوريزنتال يعني افقي، احنا لو قلنا خط مستقيم افقي مين الثابت؟ خط مستقيم افقي الثابت هو واي، يعني الدي واي بتساوي كام؟ الدي واي بتساوي صفر. الميل هو عباره عن المشتقه الاولى اللي هو دايما الميل لو انا مش موجود معايا غير نقطه واحده وانا عايز اجيب الميل، ففي الحاله ديت لازم تكون في معادله عشان اجيب منها الدي واي باي دي اكس. يبقى اذا كان في نقطتين بقول واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 بيساوي واي ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 1، او واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 بيساوي واي ناقص واي 2 على اكس ناقص اكس 2. في الحاله ديت اقدر اقول ايه؟ في الحاله ديت اقدر اقول ان دي معادله الستريت لاين. اما ما فيش غير نقطه واحده يبقى انا بدور على معادله عشان اقدر اجيب منها دي واي باي دي اكس عشان اقدر اجيب الام. فاذا كان هوريزنتال يا شباب يبقى الدي واي الدي واي بيساوي صفر، اللي هو اذا كان هوريزنتال يعني التغير يعني الواي ثابته يعني الدي واي بيساوي صفر، ففي الحاله دي هتقدر اقول ان الام بيساوي صفر، بيساوي صفر بس ما فيش حاجه اسمها صفر على واحد بيساوي صفر. اما اذا كان فيرتيكال يبقى اكيد اذا كان راس يمين الثابت هو الاكس يبقى الدي اكس بيساوي صفر، ففي الحاله دي اقدر اقول ان الام بيساوي كام؟ الام هيبقى غير معرف، او اقدر اقول ان الميل العمودي هو اللي يكون في الحاله دي بيساوي الصفر. يبقى اللي في حاله الفيرتيكال اقدر، في حاله الهوريزنتال اقدر اقول ان ميل المماس بيساوي صفر وميل العمودي غير معرف، في حاله الفيرتيكال اقدر اقول ان ميل المماس غير معرف وميل العمودي بيساوي صفر، او بمعنى اخر في حاله الهوريزنتال الباست بيساوي صفر، في حاله الفيرتيكال المقام بيساوي صفر بتاع المشتقه الاولى. يبقى في حاله الهوريزنتال الباست بيساوي صفر في المشتقه الاولى، في حاله الفيرتيكال الباست المقام بيساوي صفر في حاله المشتقه الاولى. بعد كده طبعا اهو الميل بتاع التانجنت الام، طبعا لو انا بتكلم عن المشتقه الاولى زي ما قلنا ما فيش غير نقطه واحده فانا بكتبها بهذا الشكل. لما اجي طبعا اعوض يبقى انا ما عنديش غير نقطه واحده يبقى واي ناقص واي 1، مش هقدر اقول واي 2 ناقص واي 1، لا ده واي ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 1 بيساوي الايه؟ الام اللي هيكون جاي من المشتقه الاولى.
لو انا بجيب معادله طبعا النورمال، فانا الام ديت هروح اقلبها واضرب في سالب واسويها بواي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد. بعد كده حته موضوع السيركل بلاش منها، يبقى الجزء ده بلاش منه، الجزء بتاع السيركل ده بلاش منه خالص. هنا مديني مثال بيقول لي عايز معادله التانجنت ومعادله النورمال، مديني معادله بهذا الشكل ومديني نقطه، ما فيش غير نقطه واحده، وهو عايز منه معادله التانجنت والبنديكولار. يبقى في الحاله ديت لازم يكون معايا الام اللي هو عباره عن المشتقه الاولى، فانا هجيب المشتقه الاولى من المعادله دي. المشتقه الاولى من المعادله ديت طبعا هو عباره عن ايه؟ الام هو عباره عن دي واي باي دي اكس. فانا لو جبت دي واي باي دي اكس هنا هقول ان 2 اكس زائد 2 واي واي داش زائد 5 ناقص 6 واي داش بيساوي صفر. جيب الواي داش خد عامل مشترك، يعني خد الواي داش عامل مشترك، فهيديك واي داش افتح قوس 2 واي ناقص 6. وطبعا 2 اكس زائد 5 هيروح الناحيه الثانيه، فانا لو قلت 2 اكس زائد 5 راح الناحيه الثانيه يبقى هيبقى سالب 2 اكس ناقص 5. على يعني هنا ده المفروض لو انا بجيب ديت، انا هنا قلت اخد الواي داش عامل مشترك، فهيبقى واي داش مضروب فيه افتح قوس 2 واي ناقص كام؟ ناقص 6. الكلام ده بيساوي كام؟ الكلام ده بيساوي افتح سالب 2 اكس سالب كام؟ سالب 2 اكس سالب 5. سيادتك عايز الواي داش، يبقى الواي داش بيساوي سالب 2 اكس ناقص 5 على 2 واي ناقص 6. فانا اقدر اقول ان الواي داش بيساوي 2 اكس زائد 5 على 6 ناقص 2 واي، اكني خدت سالب من فوق وتحت عامل مشترك، فهو ده الشكل. بعد كده انت عايز الميل، فالميل عشان تجيبه لازم تعوض بالنقطة عشان تجيب الميل، فعوض بالنقطة اللي هو مدالي في المسألة اللي هو 2 وسالب 1، فما عوض شيل الاكس وحط مكانها 2، يبقى 5 زائد 2 في 2 اللي هو هيبقى 5 زائد 4 9، و6 ناقص 2 افتح قوس في سالب 1 لان الواي بيساوي سالب 1 لان النقطة 2 وسالب 1، يبقى هلاقيها بيساوي كام؟ 8، لان هيبقى 6 ناقص 2 في سالب 1 يعني 6 زائد 2 يبقى بيساوي 8، يبقى الميل بيساوي كام؟ 9 على 8. فبعوض بالمعادلة اللي هو واي ناقص واي واحد بيساوي ام في اكس ناقص اكس واحد، يبقى واي ناقص واي واحد اللي هو واي زائد واحد، لان واي ناقص واي واحد اللي هو واي زائد واحد بيساوي ام اللي هو 9 على 8 اللي احنا لسه جايبينه، مضروب في اكس ناقص اكس واحد اللي هو اكس ناقص 2. يبقى في الحاله ديت لو ضربت المعادله اقدر اقول ان الواي بيساوي 9 على 8 اكس، طبعا 9 على 8 في اكس ناقص 2 ناقص 1، او ممكن 1 يقول طب انا اضرب المعادله في 8 يبقى 8 واي زائد 8 بيساوي 9 اكس ناقص 18، يعني 9 اكس ناقص 8 واي بيساوي لو جبت الاكس مع الواي في الطرف 1 والسالب 18 لما يروح مع 8 يبقى 26. لو جبت معادله النورمال، انا لسه جايب معادله المماس كان بيساوي 9 على 8، معادله النورمال بيساوي كام؟ سالب 8 على 9. معادلة النورمال بتساوي كام؟ البربنديكولار بتساوي كام؟ او الاورثوجونال او البربنديكولار او الاورثوجونال او النورمال كلها يبقى واي ناقص واي واحد بتساوي ام واحد في اكس ناقص اكس واحد، يبقى سالب 8 على 9. اضرب المعادله في 9 يبقى 9 واي زائد 9 بيساوي سالب 8 اكس زائد 16، يعني في الحاله ديت يبقى ممكن الاكس يروح الناحيه دي، يبقى 8 اكس زائد 9 واي بيساوي 16، لما اودي لها 9 يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 7. بعد كده برضو الكلام ده بالنسبه للسيركل بلاش منه، خلينا بس في الجزء الاولاني، هيبقى المسود رقم واحد بس. مثال تاني طبعا برضو ايضا نفس الحكايه، عايز من التانجنت والنورمال، في هجيب المشتقه يبقى 2 اكس زائد 2 واي واي داش يبقى 2 اكس، المفروض هنا 2 اكس زائد 2 واي 2 واي واي داش، المفروض الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. طبعا الاثنين هيروح مع الاثنين، واقدر اقول ان الواي داش بيساوي كام؟ بيساوي سالب اكس على واي، لما وديت الاكس الناحيه الثانيه هيبقى سالب اكس، يبقى الواي داش بيساوي سالب اكس على كام؟ على واي. اعوض بالنقطه اللي هو 3 وسالب 4، فالناتج هيطلع ب 3 على 4، ده اللي هو الميل. لو انا عايز اجيب ميل العمودي يبقى بيساوي كام؟ سالب 4 على 3. بعوض بس في المعادله واي ناقص واي 1 بيساوي ام في اكس ناقص اكس 1 عشان اجيب معادله التانجنت، واعوض في المعادله واي ناقص واي 1 بيساوي ام 1 في اكس ناقص اكس 1 واجيب معادله النورمال. طبعا خدنا بعد كده في حاجه اسمها طبعا التشين رول. التشين رول قلنا بنستخدمها امتى؟ برضه الميثود رقم 2 دي بلاش منها. التشين رول هستخدمها في حاله اذا كان الاكس هو عايز مني مشتقه الواي بالنسبه للاكس، بس هو مش مديني الاكس بدلاله الواي ولا الواي بدلاله الاكس، يعني مديني الاكس بدلاله متغير والواي بدلاله متغير وعايز مني مشتقه الواي بالنسبه للاكس، يعني دخل
حاجه بين الاثنين اللي هو اسمه ديو. ففي الحاله ديت اقدر اقول ان دي واي باي دي اكس بيساوي دي واي باي دي يو في دي يو باي دي اكس. انا اكن بالظبط اليو اكن راحت مع اليو، ارجع لاصل المساله. يعني انا كل اللي انا بعمله ان انا بدخل المتغير الجديد، يبقى دي واي باي دي واي باي دي يو على دي يو باي دي اكس. طبعا لو انا حبيت اكتبها ككسر يبقى دي واي باي دي يو على دي اكس باي دي يو. دي اكس باي دي يو من هنا طبعا ب2 يو، ودي واي باي دي يو بيساوي كام؟ بيساوي كوساين يو، واقدر اعوض عنها بهذا الشكل. طبعا الكومبليتنج سكوير عايزين نفتكر برضو، الكومبليتنج سكوير كان بيقول ان احنا لازم يكون معامل الاكس تربيع او معامل الواي تربيع لازم يكون الاشاره بتاعته موجبه، واشارتها الاشاره اسف موجبه، واه الاشاره موجبه، وبعد كده كمان المعامل يكون واحد. بعد كده بيبقى فيه كوس تربيع، وطبعا بيبقى سالب دايما، باخد جذر الاولاني ونفس الاشاره اللي بتاعت اللي في النص، ونص معامل الثاني، بعد ما اجيب نص معامل الثاني اطلع اربعه بره. بعد كده زي مثلا اهو مثال زي ده، حبيت ان انا طبعا هنا في اكمال مربع، لو طبعا ما فيش ترتيب، يعني مثلا 3 اكس تربيع ناقص 5 واي تربيع زائد 6 اكس ناقص 25 واي زائد 4 بيساوي صفر. في الحاله ديت طبعا دي معادله هايبربولا. ليه؟ لان معامل الاكس تربيع مختلف عن معامل الواي تربيع. هعمل اكمال مربع لازم هنا ده يبقى واحد مش 3، فاخدت 3 تعامل مشترك، وده لازم يبقى موجب واحد، فده سالب 5 خد عامل مشترك. بعد كده ال 3 نزلت زي ما هي، هعمل ده اكمال مربع اللي هو كوس تربيع ناقص اللي هو هيبقى طبعا جذر الاولاني نفس اشاره الثاني، نص معامل الثاني، نص الاثنين بكام؟ بواحد، ربعه بره يبقى بواحد. الواي تربيع الجذر بتاعها بواي، والسالب 5 النص اللي هو سالب 5 على 2، طبعا الاشاره نزلت زي ما هي، والاشاره اللي بره سالب، فال 5 على 2 لو ربعتها بره يبقى كام؟ 25 على كام؟ على 4. بعد كده نفتكر برده حاجه اسمها تحليل المتجهات. كان بيبقى عندي لو في ار وفي زاويه سيتا، فكنا بنقول القريب بيديني كوساين سيتا والبعيد بيديني ساين سيتا، يبقى الاكس هو عباره عن ار كوساين سيتا والواي هو عباره عن ار ساين سيتا. ده بيخلينا نفتكر حاجه اسمها الكارتيزيان او ريكتانجلر كوردينيت اللي هو الاحداثيات الكارتيزيه، اللي هو عباره عن اكس واي لو انا بتكلم في الار 2، لو انا بتكلم في الار 3 هيبقى اسمها اكس واي وزد. يبقى الكارتيزيان او الريكتانجلر هو عباره عن الاحداثيات الكارتيزيه. في حاجه اسمها البولر، والبولر والبولر ده هو عباره عن الاحداثيات القطبيه، وده مش موجود غير في الار 2 بس. لو انا بتشتغل في الار 3 بيبقى بقى بيتحول لحاجه اسمها فيما بعد هتبقى اسمها السلندريكال، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم في الار 2 يبقى بسميها البولر. البولر هو عباره عن ار وسيتا، اما الكارتيزن هو عباره عن اكس واي. ده لو انا بتكلم في الار 2، لو انا بتكلم في الار 3 ان شاء الله هيبقى اكس واي وزد، وده هيبقى ار وسيتا وزد، ولكن ده مش هيبقى اسمه بولر، هيبقى اسمه سلندريكال. فدلوقتي خلينا نكتفي بس بال ار 2، يبقى اكس واي هو عباره عن الكارتيزان او الريكتانجولار، وار وسيتا هو عباره عن البولر. قلنا الاكس بيساوي ار كوزين والواي بيساوي ار ساين، الاكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي ار تربيع، والار بيساوي الجذر التربيع الاكس تربيع زائد واي تربيع، والتان سيتا بيساوي واي على ايه؟ على اكس. معادله السيركل ايضا ما لناش علاقه بيها، مش هندرسها. بعد كده عايز بس اوضح جزئيه اللي انا قلت عليها ممكن نقولها في الفيديو الثاني، اللي هو الاكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي صفر. قلنا في الحاله ديت هو عباره عن ايه؟ اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي صفر، قلنا عليها هو عباره عن بوينت. اما لو قلت اكس تربيع ناقص واي تربيع بيساوي صفر، اقدر اقول على ديت عباره عن خط مستقيم، لان اكس تربيع هيبقى بيساوي واي تربيع، يعني اكس بيساوي موجب وسالب واي، هيبقى عباره عن خط مستقيم بمر بنقطه الاصل. يبقى اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي صفر عباره عن نقطه، اما اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي صفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ستريت لاين. طب اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي سالب، ففي الحاله ديت اقدر اقول عليها نو جراف، نو جراف او ام بي تي سيت. يبقى اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي صفر اقول عليها نقطه، اكس تربيع ناقص واي تربيع بيساوي صفر هقول عليها ستريت لاين بيمر بنقطه الاصل، اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي سالب، او اكس تربيع ناقص واي تربيع بيساوي سالب، ففي الحاله ديت بقول عليها نو جراف، نو جراف. بكده احنا ان شاء الله نكون انهينا الانترودكشن باذن الله. المره اللي جايه طبعا ايضا المعادله سيركل ده مش موجود معانا، الجزء ده كله مش موجود معانا. المره الجايه ان شاء الله ندخل في الكونكت سيكشن. توفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.